بطايعين يا قسى قلب لأرضك ما يحن جينا جينا يا بلاد بايعين لسبعة شيوخك وفاس وعلن للسلام وللمحبة طايعين يا قسى قلب لأرضك ما يحن جينا جينا يا بلاد بايعين لسبعة شيوخك وفاس وعلن يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا إمارة الحنين. ولاء محمد حمد من السودان. رحم الله الشيخ زايد فخر الإمارات وفخر الأمم، وأدام الله نعمة الأمن والأمان والاستقرار على الإمارات العربية المتحدة. أحبك بابا خليفة، أنا أحب الإمارات العربية المتحدة. شكراً لكم، أنتم قدوتنا، لقد بنيتم أجيالاً كثيرة. أنا أحب بابا خليفة وأحب الشيخ زايد ومحمد. أشكرك يا بابا خليفة على إنجازاتك وتطورك للإمارات. السلام عليكم، حبيت أن أسلم على جميع شيوخ الإمارات، الله يحفظ جميع الشيوخ بالذات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هم تاج نحط على الراس، الله يحفظهم يا بعد راسي. أحبك بابا خليفة والله يطول عمرك. أقدم كافة الشكر والتقدير لجميع شيوخ الإمارات الذي بذلوها في تطور ورقي شعب الإمارات. شكرا شيخ خليفة على إنجازاتك والتطور الذي فعلته في دولة الإمارات. شكرا شيخ خليفة على التطور الذي قدمته في دولة الإمارات العربية المتحدة. أحبك بابا خليفة. الله يحفظك الشيخ محمد بن زايد، الله يطول عمرك. يم الأمن على الأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة. أشكرك لدعمك علينا وتوفير الفرص الدراسي، الله يطول بعمرك ويحفظ كلنا. أشكرك الشيخ خليفة على كل اللي قدمته لنا، والله يحفظك ويطول بعمرك. شكرا شيخ خليفة على كل اللي سويته لنا، والله يحفظك. شكرا على كل شيوخ اللي قدموا لنا، الله يحفظ شيوخنا. شكرا شيخ خليفة على كل اللي سويته لنا، والله يطول بعمرك. شكرا شيخ خليفة على كل اللي سويته لنا وبنيتنا المدارس، الله يطول بعمرك. شكرا شيخ خليفة على كل شيء قدمت له، الله يحفظك. I am delighted as the principal of Miriam Ben Omran to share in this very very amazing learning experience for our students. We were happy to be part of the National Archive exhibit here, and we know that our students will leave better citizens, more knowledgeable, and more committed to their heritage and the country of the United Arab Emirates. Thank you for coming. Thank you. أريد أشكر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفرنا مدارس ومستشفيات، والله يحفظك. الشيخ محمد، الله يطول بعمركم والله يحفظكم، والحمد لله على السلامة. سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إننا أبناؤك اليوم نشارك على ما قدمته لنا من تطور مناهجنا العلمية والذي أصبح نفاخر به بين شعوب العالم، ومن تطور نهضة الإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم، أنا اسمي شمسة. طبعاً أشكر الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله على الأشياء اللي سوى لنا إياها من مدارس ومستشفيات، وأشكر على كل شيء سوى لنا إياه، والله يحفظه ويطول في عمره. السلام عليكم، أنا بشرى محمد الحمادي من كلية التقنية الطالبات. طبعاً أشكر دولتي وأشكر الشيوخ ومجهودهم لي. أشكر بابا خليفة على الأمان والسلام في دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا هيا من مدرسة مريم بتمران. السلام عليكم، أنا اسمي شمع عبد العزيز. أريد أشكر شيخنا الله رب يحفظه على كل مساهماته الذي قدمها لنا، وأشكره على الإنجازات والمساهمات التي بنت هذه الدولة العريقة، وأشكره من كل قلبي.